هلو هلو حبايبي، نتمنى تكونوا بخير وواجدين مثل العادة على التحدي الرشاقة لليوم. كذلك اليوم ان شاء الله تمارينا تكون عن الخفصة او الدهون اللي تكون متراكمة بهذه المنطقة. اليوم حنحاربها ان شاء الله، ما تخافوا ما حنستعملهول. انا جبتهم اليوم للتمارين اللي جايين، فقلت افرجيكم قبل، شفتوا انه ما بدي اغدر فيكم. هذه بيجي مثل شريط مطاطي، يعني اذا ما لقيتوه، اذا بتلاقوا شريط مطاطي فيكم تخيطوه، يعني بيجي هيك، فاهمين؟ هنحتاجهم. انا هذا الشريط من ديكاتلون، يعني محل خاص بكل شيء اغراض رياضيه. وفي هذا الاشي بالنسبه لبنات اوروبا او اللي عندهم اكسيون، اشتريته من اكسيون كمان حنحتاجه، هو كمان شيء مطاطي. قبل ما كان عندي هالشيء كنت عامل تمارين مع بالشارب عندي مطاطي، يعني شو ما عندكم مطاطي فيكم تستعملوا. هلا خلونا مع حركات اليوم وما حنستعملهم، ارتاحوا. نبدا على بركه الله، دائما الاكتاف الى الوراء، ندخل البطن. حنبتدي بالتسخينات لانه بعرف انه في بنات بشك فيكم او لحتى شباب بيكسلوا يروحوا على فيديو التسخينات. حنبتدي بالتسخينات شوي شوي وبعدين نبتدي بالحركات. اوكي يلا نتمشى، طلعوا اجريكم، حاولوا دخلوا بطنكم، تنفسوا الجو. عنا اليوم برود، اخيرا شويه برد لانه الصح شوب حر 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 حر. تالون فيس، يعني الرجل الكعب للمؤخرة. يلا برافو، دخلوا لي بطنكم، برافو. الآن كملوا، برافو. نجري شوي، تعالوا فاز، بدنا نشتغل اكثر شيء نسخن اجرينا تحت، انه هن اللي حنشتغل عليهم. اوكي برافو، كملوا بعد بس دقيقة هيدي، برافو. يلا هلا انا هيدي بتشغل البطن السفلية، كملوا تمشوا، استرجعوا نفسكم. يلا اللي حنعمله هلا، حنبتدي بطريقة السكوات، تنزلوا حاولوا تحت وتطلعوا واجركم هيك. اوكي تنزلوا تطلعوا اجركم هيك، ماشي؟ نبتدي تنفس عميق. كنت حاوقع يا ويلي. كيف الصيام معاكم؟ ادفعوا لوراء، هاد كمان بيعتبر تسخينات. كملوا، شكلي مني بالوسط. برافو، برافو، تمشوا شوي، ارتاحوا لي شوي. حنعمل حركة ثانية، الجو تحو اجريكم بس شوي، اجريكم مثلا نحن حنشتغل على الشمال، اليمين تكون كتير محطوطة على الارض. اوكي كل وزن جسمكم حيكون عليها. نفسوا، اكتاف الى الوراء، دخل البطن، اللي مش قادرة تجيب كرسي او اي شيء تستند عليه. اوكي برافو، اللي قادرة تكمل هيك، دخلوا بطنكم،
اجركم فيها تلمس الارض، بس مش تحطوها وتشيلوها، اوكي؟ بس تلمس الارض. برافو، دخلوا بدنكم. تحقوا. ننتقل للرجل الثانية. أول شيء نريح هذا الإزر، نوضع إجرنا كويس، يعني الكاحل والأصابع موضوعين، وحتى وسط الإجر نحطه. تعرفوا تعملوها؟ عملتوها كويس؟ طيب تمام. ندخل بطننا، أكتف إلى الوراء دائما. لا تنسوا الزفير. برافو، وضعت إجري. برافو، نتمشى ونحرك إجرينا الصياغم. هنرجع للحركة الأولى. نعم، زفير ما تنسوه. نتمشى نرتاح. هلا الحركات اللي حنعملها حتكون على الأرض. شو أعملكن؟ يلا ننتقل على الأرض. الآن الحركة اللي على الأرض، هذه الحركة هذه الحركة بعشقها كتير حلوة. شوفوا كيف، شدوا إجريكم، شوفوا إجري أنا كيف، يعني مش عملت لهم هيك هيك، أوكي؟ حطوا راسكم، ارتاحوا لي هذا الصيام. دخل بطننا دائما وأبدا، وعند الزفير نطلع إجرنا ونعمل زفير للوراء. أيوة، أهم شيء. يلا ندفع شوي. سوري. يلا شدوا إجريكم، دخلوا بطنكم عند الزفير، نطلع إجر وحسب التنفس، يعني عند الزفير لورا وشهيق لقدام. زفير شهيق، زفير شهيق. هيدي رهيبة رهيبة. الإجر اللي على الأرض دائما شدوها، يعني دائما هيك، شفتوا كيف؟ يعني ما تحطوها هيك، لأنه كل توازنكم عليها. وحطوا أيديكم قدامكم. إذا حسيتوا حالكم إنكم مرتاحين هيك، يعني انتو مش شادين جسمكم كويس، بده يكون يوجعكم جسمكم اللي على الارض شوي، يعني مش مرتاحين وضروري ايدكم لتضلوا قاعدين، ما تغشوا. يلا ندخل البطن عند الزفير. تنفسوا، التنفس العميق جد مهم. روعة روعة، هذه تشتغل كل شيء، كل هذه المنطقة. برافو، اللي تعبت تنزل إجرها وترجع تطلع عند الزفير، اوكي؟ مش تنزلها بالمرة، تنزليها ارتاحي ورجعي. تحسوا بالحريق؟ كويس، كملوا حتى ما عاد فيكم، كملوا حتى لو في حريق، كملوا. وقت الحريق هون تشتغل العضلة، وشدوا الإجر اللي على الأرض، بس إلكم شدوها، يعني اعملوا لها هيك كيف فرجيتكم بالأول. دخلوا بطنكم، هذا الحريق كويس. شفتوا إجري صار ترجف كويس. يلا وننزل بشويش. الآن نروح للرجل الثانية. كنا مرتاحين صح؟ هلا شكلي حألمس الثاني كمان. لا امسك ولا تلمسني. شوف الإجر مش هيك هيك، بدي أذكركم
دخلوا بطنكم، استنوا لازمني ايدي ولا اعمل هيك؟ اوكي، عند الزفير بنلف لفوا لفوا لفوا، حطوا ايديكم، شدوا الاجر اللي على الارض، برافو. نحن 10 دقائق وحيأذن المغرب، شفتوا؟ وأنا جاية أصور لكم. لا ما بحملكم جميلة، خلوني أركز بالحركات. أنتوا تستاهلون، تستاهلون أكثر بعد. تحسون بالحريق كويس، هذا اللي بدنا إياه. هيدي بتحرق أكثر من الأوليين، شفتوا؟ بس الأوليين كانوا مثل التسخينات. برافو، دخلوا بطنكم. ما أنا كنت مطلعت ولا بطني. يلا نزلوها بشويش. لا لا راحة، لا لا راحة. لا ما خلصنا، هيدي مصيبة، هيدي الخفسة على ظهركم، شفتوا؟ عم بعطيكم حركات سهلة، عم ريحكم. دخلوا بطنكم، اكتافكم كويس، اوكي، عند الزفير مثل ما فرجيتكم باول فيديو نزلته بهذا رمضان. شفتوا كيف بعمل، كيف بطلع؟ اول شي تطلعوا بالحوض، جد مهم لسلامتكم، وبعدين تطلعوا. شفتوا كيف بيجي هيك؟ اوكي تمام، يلا. هاد لا كان لازم اعمل الشريط المطاطي، يا ويلي شو كانت حتعمل فينا اكثر، بس يلا ما عليه، بالاول بنعملها بس. يلا هلا بشويش طلعوا، طلعوا قد ما فيكم، طلعوا وشدوا لي المؤخرة. أنا بشوف السما، يا الله شو حلوة. كتير بحب السما وبحب الغروب وبحب البحر. يلا شوفوا معي السما. ركزوا بحركاتكم، إذا بالبيت شوفوا سقف البيت، معلي. وتنفسوا وننزل بشويش، اولا الظهر شوي شوي، وننزل نجيب اجرينا، نجيب الثانية، نجيب هذا الاجر نحطه هيك، وناخذ هذا الاجر عندنا. تحسوا انه بشد بجنب المؤخرة، هذا اللي بدنا اياه. خليكم تنفسوا بعمق، جيد جدا. لما بتتنفسوا كويس وبعمق هتشوفوا حالكم بعد الرياضة بتحسوا بنشاط، ما طبيعي، ما وصلتوا الأكسجين للمخ. تنفسوا. تنفسوا، حاولوا دائما تتنفسوا بعمق. ليش اليوغا كتير كويسة للعضلات وللدماغ وللراحة النفسية؟ فضل التنفس. وآخذ اجري وبجي بقعد، اللي بعد عنده قوة يعيد الفيديو من اول جديد، واللي ما في مش مشكل، فيكم تعملوا اي فيديو تاني اذا بدكم تغيروا الفيديو. اللي بده يضعف وزن، في فيديو ما بعرف اذا نزلته او بعد، يا فيديو تسخينات يا فيديو اذا نزلت لكم النط على الحبل، تعملوه بعد هذا الفيديو مشان تحرقوا دهون. اذا هيدي اول مرة بتشوفوا القناة، القصة القدام صاروا يحفظوها، وعجبتكم وبدكم تلتحقوا بينا بتحدي رشاقة، واكيد ما حيكون بس في هالشي بالقناة، حتكون متعددة.
زر الاشتراك، سبسكرايب، سابوني، لونه مكتوب بالاحمر، هذا بتضغطوا عليه، بعدين بيعطيكم جرس حدود بتضغطوا عليه، خلاص سهلة. وإذا عجبكم الفيديو لايك للفيديو، وأنا بقلكم بحبكم كتير، وبنلتقي بالفيديوهات الجاية إن شاء الله. باي باي.